مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة. اليوم نشر البابا رازي على صفحته الرسمية خبر إصابة الإعلامي على الشابي بسرطان متنقل بكافة الجسم، عافانا وعافاكم الله. وكان على الشابي قد نشر تدوينة مساء الجمعة يعلم فيها متابعيه أنه مصاب بمرض صامت وخبيث، كذلك نشر عديد الإعلاميين مساندتهم له في هذه المعركة التي لقبها الهاجس عايب بالامتحان، وقال نتمنى للأخ على الشفاء العاجل. برشا متابعين معناها كذبوا الخبر ذا، لكن الخبر ذا نزلوا عليه على الانستغرام بتاعه وهبط صورة اللي هو مستلقي بعد ما يسجل برنامج عندي ما نقول لك الحلقة، ياخو في استراحة خاطر بدنه ما عادش يستحمل ولا ما عادش يقاوم. لكن احنا اليوم مع بعضنا الناس كل باش ندعي له بالشفاء العاجل، وربي يستر ويستر اي انسان مريض بالمرض ذا ولا اقل ولا اخطر. الناس كل في كومنتير نحطوا نكتبوا ان شاء الله ربي يشفيه ونتفاعلوا معاه كيما تفاعلوا مع عديد الفنانين. وهاكم نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.